انا يا ابن اخوي خسرنا كل شيء نحن بسوران، خسرنا بناياتنا، خسرنا اهالينا، خسرنا احبائنا. يعني 10 سنين ما اثرت علينا، بس بهالدقيقه ونص اثرت علينا شافها كثير. والعالم حق خبز ما عنده يا ابن اخوي، وعايف في حاله ايش بدها تعمر. هذا اللي جمع له شوي عمر له بيت راح، هذا اللي مثل ما بيقول عنده ثاني سياره راحت، كله راح يا ابن اخوي. حسينا على اساس احنا لحظات مثل كل المرات، ما يا ابن اخوي ما حسينا. سبت من درجات جينا زلزال ما حدا ياخذ احتياطاته، الساعه 4 4 وشوي في عالم نايم لسه ما حس بتفيق يا ابن اخوي، ماتت. اول ما بلش شوي قلنا شغله بسيطه، ايه ما حسينا، ما في غير انا طلعت من هالبيت وزنزال وهبطت الحوش وهالولاد راحوا. خسرت اولادي، حتى البيت البارك فيه خسرت جوزي، باركين نحن في المدرسه، يعني ما ضل بحيلتنا شيء.